الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. في قول الله عز وجل رب هب لي من الصالحين، فيه أن الدعاء بالولد الصالح هو من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس هو من طلب الدنيا المجرد الذي ينبغي أن يترفع عنه الإنسان إلى ما هو الأفضل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل حله، ولو دعوت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فالإنسان الأفضل أن يسأل الدنيا مجملا، أما سؤال الولد الصالح فهو من أجل أنه مما يبقى للإنسان بعد موته، وللمؤمن فيه نيات صالحة من وجود من يعبد الله سبحانه وتعالى ويحمل الدين وينشره في الأرض وينشر عبادة الله في الأرض، فهذه كلها نيات صالحة من أجلها يطلب المؤمن كما طلب إبراهيم عليه السلام الولد الصالح. وقد قال زكريا عليه السلام أيضا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهذا التقييد أن تكون ذرية طيبة وأن يكون الولد من الصالحين هو الذي يبين أن سؤال الولد ليس كما يسأله كثير من الناس لمجرد رغبة في الأبوة أو أمر فطري جبل عليه الإنسان من حب أن يوجد له نسل من بعده يبقى بعد ذهابه، وإنما هو طلب لوجود الصلاح في الأرض. فإبراهيم وزكريا لم يسأل أي ولد، وإنما سأل الذرية الطيبة، سأل الولد الصالح ليكون نشرا للصلاح، ليكون سببا لاستمرار الخير وسببا لحصول الثواب المترتب على عبادة الله عز وجل من هذا الولد الصالح. وفي قوله رب هب لي من الصالحين، التوسل إلى الله عز وجل في هذا المقام باسم الرب بوصف الربوبية، لأن الرب هو الذي يصلح شأن عبده وهو الذي يخلق ويرزق، فناسب أن يسأله باسم الربوبية
باسم الرب، وهب لي أن الولد الصالح هبة من الله عز وجل وليس كسبا من الإنسان. فالكسب أدخل فيه عمل الإنسان، وأما عامة ما يكون من الولد الصالح إنما لا دخل للإنسان فيه، بل أصل وجوده كسب الإنسان فيه ضعيف جدا. كسب الإنسان مجرد أن يأتي أهله ولا يقدر على شيء بعد ذلك، وتربيته كذلك وتنشئته هي في الحقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى وهبة منه عز وجل. فكم من مرب يحسن التربية، وكم من معلم يحسن التعليم، ثم يكون المربى والمعلم على غير الحال التي كان يرجوها مربيه ومعلمه. وهذا قد يعني جعل الله عز وجل لنا فيه مثلا في قصة نوح عليه السلام. فنوح خير مرب ربى أمته من أهل التوحيد والإيمان على خير الأخلاق والأعمال والعقائد، وشهد الله عز وجل له بأنه العبد الشكور. ومع ذلك فقدر الله أن يوجد في ولده هذا الابن العاق الكافر الذي أبى أن يركب السفينة. فهذا يدلنا على أن الصلاح، على أن الولد أصلا هبة، وعلى أنه على أن صلاحه أيضا هبة. فإياك أن تغتر بما تفعل وتقول أنا ربيت، أنا أنشأت، أنا علمت، أنا أدبت. فكم من مؤدب ومعلم لا يثمر تعليمه وتأديبه شيئا، وهي هبة من الله عز وجل، الكسب فيها ضعيف ككسب الرجل في ولود ولده، أن يأتي امرأته يأتي شهوته منها وهما لا يقدران على شيء بعد ذلك، لا في استقرار النطفة في الرحم ولا في نموها ولا في هبة السمع والبصر والفؤاد والقلب والعقل والجوارح، ولا في استمرار النمو ولا في الولادة، لا دخل لهما بعد ذلك، لا يقدران على شيء. فكذلك في أمر التربية والإصلاح هبة من الله عز وجل. وهذا يؤكد أهمية التوكل على الله عز وجل في أمر تنشئة الأولاد، وليس بالأسباب فقط تستطيع النجاح في تربيتهم وتوجيههم، بل لابد من كمال التفويض لله عز وجل، واليقين بأن الصلاح هبة من الله وبمشيئته يحصل للإنسان. فيسأل الله عز وجل أن يهبه الذرية الطيبة، وأن يصلح شأنه كله، وأن يصلح ذريته. وكما قال إبراهيم في الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فجعل الإنسان نفسه مقيما للصلاة لا يملكه، ولذا سأله من ربه عز وجل، وجعل أولاده كذلك. فأنت تأمر أولادك بالصلاة، ولكن أن يجعلهم الله مقيم الصلاة هو هذا هو المقصود، ليس بكسبك ولكن بتوفيق الله. فهنا تفوض وتتوكل على الله عز وجل، وتعلم أنك فقير عاجز لا تملك هداية ولا ضلالا ولا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: رب هب لي من الصالحين. وهذا عند التأمل دليل على خلق أفعال العباد، أن ذلك الصلاح الذي هو هبة من الله عز وجل، وهو إنما يحصل بفعل العبد أن يكون صالحا، فهذا إذا كان بهبة من الله وتوفيق فهذا صريح في أن أفعال العباد مخلوقة. قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فيه أن الصلاح في الولد يكون بالحلم، وفي الآية الأخرى ذكر العلم، وهو هي في الحقيقة كانت بشارة في الآية الأخرى بشارة بإسحاق، حيث قال: فبشرناها بغلام عليم، هنا قال: فبشرناه بغلام حليم. وهذا متناسب غاية التناسب، فإن حلم إسماعيل عليه السلام في صبره على الذبح هو الوصف المناسب في هذا السياق في ذكر قصة الذبح والتضحية في سبيل الله. وهذا لا يحصل إلا من حليم،
لا يصبر على هذا الأمر الشديد إلا حليم. والوصف الآخر بغلام عليم مناسب للسياق الآخر في المواضع المختلفة، والله أعلى وأعلم. أما في كل هذا الموضع هو الذي اختص بذكر الحلم في سورة الصفات دون غيرها، كانت البشارة بالغلام الحليم، وذلك لأن مقتضى الاستجابة لمثل هذا الطلب العظيم الذي اقتضى الاستجابة لها هو صفة الحلم، المقتضي لها هو الحلم. فبشرناه بغلام حليم، فليكن أيضا ليكن سعي الإنسان ورغبته ليس في صباحة وجه ولا حسن جسد ولا صحة وعافية في البدن، بقدر ما يكون في الصفات والأخلاق. فالناس يفرحون بجمال الصورة، وربما حزنوا على فوت شيء من ذلك الجمال، ولكن الحقيقة أن العبرة بالصفات، بالعلم والحلم. فحين ترى أحدا من أهلك وذريتك بعلم على علم وعلى حلم، فهذا الذي تجعله أو هذا الذي جعله الله لك قرة عين، والله أعلى وأعلم. قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نتأمل في أن هذه البشارة وقعت لإبراهيم بعد مدة طويلة، بشر بالغلام الحليم، والظاهر أنه بشر عقب الدعاء، وإنما سأل الهبة من الصالحين لما هاجر وترك قومه وترك أهله وقرابته ووطنه واستوطن بلدا غريبة ليس فيها أحد ممن من قرابته ولا ممن حوله، ولم يكن آمن معه إلا لوط، ولوط أرسل إلى قرية أخرى ليدعوهم إلى الله عز وجل. فلا شك أن هذه التضحية العظيمة من إبراهيم عليه السلام كان من أجل أنه ترك أهله وقومه يسأل الله من يصحبه ويكون من ذريته على طاعته سبحانه وتعالى. نعلم أن إبراهيم إنما ولد له إسماعيل وإسحاق على الكبر، فنستفيد من هذا عدم استعجال الدعاء، عدم استعجال الإجابة، عدم استعجال إجابة الدعاء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. فإبراهيم فارق قومه صغيرا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، الظاهر أنه سياق واحد. وبشر أيضا بالغلام الحليم عقبها، ومع ذلك تأخر تحقيق البشارة. فإذا تدبر الإنسان في دعائه وطلباته ورغباته فوجد شيئا منها قد تأخر، وقد دعا الله فلا يقل دعوت الله فلم يستجب لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. استعجال من موانع إجابة الدعاء. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واستمر على الطلب وأيقن بحصول الفرج والإجابة وإن لم يكن مباشرة، ولو بقي ذلك الأمر سنين. فقد بقي سنوات، عشرات السنين بين هجرة إبراهيم وبين ولادة أول ولد له إسماعيل عليه السلام. وقد تعرض إسماعيل عليه السلام في أول يعني نشأته وهو رضيع إلى خطر الموت، ويمكن أن يكون هذا ابتلاء شديدا، وقدر الله عز وجل على إبراهيم ابتلاء أشد. الطفل إذا مات صغيرا رغم أنه قد تعلق به قلب والده ووالدته إلا أن الأمر يزداد عندما يكبر، يزداد تعلق القلب خصوصا بالولد الصالح بالحليم الذي ليس عنده التهور والاندفاع وجنون الشباب، يزداد التعلق أضعافا مضاعفة عن الطفل الصغير الذي في سن الرضاع. فالله عز وجل عظم البلاء على إبراهيم، جعله ابتلاء عظيما، كما قال: إن هذا لهو البلاء المبين.
فكان يمكن أن يفقده صغيرا عندما تركه في البرية في الصحراء الجرداء التي لا أنيس فيها ولا جليس ولا أحد، كان يمكن أن يكون ابتلاء من هذا النوع وهو صغير، لكن قدر الله أن يكون الابتلاء بعد أن يبلغ معه السعي. وكان يمكن أن يكون ذلك الابتلاء بفعل من الله عز وجل لا دخل لإبراهيم فيه، وذلك بأن يموت كما يموت أبناء كثيرون لآباء وأمهات مسلمين، وكما يؤخذ الإنسان من وسط، من يعني يؤخذ يعني الطفل من بين أبويه قهرا لا يملكان أن يدفع عنه شيئا. كان يمكن أن يكون كذلك. عظم الله البلاء على إبراهيم بأن جعله بعد أن بلغ معه السعي ووجد منه الصفات الرائعة الجميلة التي ذكر الله عز وجل من العلم والحلم، ووجد فيه النجابة والطاعة كما هو ظاهر في القصة. فهذا النبي الكريم إسماعيل عليه السلام وهو في بكورة السن يقول لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تجد فيه الفقه والعلم والعقيدة السوية الصحيحة، وهذا كله مما يتضاعف معه تعلق القلب. هناك بعض الأولاد ربما يعني يستريح الآباء والأمهات من صحبتهم، ولما ينصرفوا من المنزل نأخذ راحة، وإن كان لا يقدر على أنه يتمنى هلاكه، لأن هذا نادر جدا أن يتمنى الأب أو الأم هلاك الأولاد، ولكن يعني يكون يعني مستريحا من البعد، يستريحا بسبب البعد عنه. أما نوعية منها من نوعية الغلام الحليم، من نوعية يوسف عليه السلام الذي قال أبوه: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد أن هم يروحوا يلعب ساعة يصيبوا بالإيه؟ بالحزن، عايزه قدامه على طول، يريده على الدوام أمام عينيه. ولا شك أن هذا بسبب الصفات الحسنة الجميلة التي يتمتع بها هذا الغلام. فهذا كله من مضاعفة الأجر ومضاعفة البلاء الذي يتضاعف بسببه الأجر. ثم كان الأمر كما ذكرنا من خلال فعل إبراهيم، وهذا أشد بكثير، وكان يمكن أن يكون بطريقة أخرى غير الذبح، ولكن ابتلاه الله بأمر يعني فيه مشقة بالغة على النفس، أن يكون أمامه وهو يذبح. إذا كان قريبا منه، يعني إنسان لما يكون له قريب ويبتعد عنه مدة فيموت على البعد، يكون الأمر أهون مما لو كان حاضره أمامه ويراه وهو يموت أمامه. تظل لحظات راسخة في النفس، لحظات المفارقة وهو قريب منه عند الموت، فكيف بهذا الأمر أن يتولى هو ذبحه وهو أمام عينيه يراه يموت؟ لو تخيل الإنسان مثل هذا، أنه فقط يرى ابنه يموت أمامه، إذا كان لو رآه يبكي أمامه لكان ذلك شاقا عليه، فكيف يراه وهو يعني يتألم ويراه يعني هو يموت، فكيف إذا كان هو الذي يواشي ذلك؟ كل هذا لأجل أن تتمحض الخلة لله عز وجل، تكون خلة محض إبراهيم خليل الرحمن. حب الله عز وجل الحب العظيم الذي من أجله أحبه الله عز وجل واتخذه خليلا مقدم على كل شيء، ولا يضاهيه ولا يشابهه ولا يقاربه شيء. لما تعلق القلب بالولد بعد وجوده بعد العمر الكبير بعد السن الكبير، ووجود الصفات الحسنة الجميلة، ووجود المعاونة على أمور الدنيا، وأنه بلغ معه السعي، وقربه من أبيه وأنه يتولى ذبحه بيده، كل ذلك كما ذكرنا ليثبت إبراهيم عليه السلام عظيم حبه لله عز وجل، وأن حب الله لا يساويه ولا يسبقه إلى قلبه حب، ولا يغلبه حب. هو قاهر لكل أنواع المحبة، غالب لها. أنواع المحبة الأخرى تابعة لمحبة إبراهيم لله عز وجل. قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
يا بني الكلمة التي قل استعمالها عند المربين عند الآباء والأمهات، مع أنها كلمة الأنبياء لأبنائهم، فيها أولا من معنى الأبوة الإشعار بالأبوة. هذا الإشعار بها ليس فقط الشعور، المهم أن من المهم في التربية أن تشعر من أمامك بأنك أب له شفيق رحيم، والتذكير بهذا بهذه العلاقة مما يستجلب أنواعا من المشاعر الإنسانية، فيها الحب والود والانقياد والانكسار، ويهيج في قلب الأب الرحمة والشفقة والعطف والحنو والرعاية والسعي في المصلحة، بدل أنواع السباب والشتم وأنواع الزجر والنحر. هناك من لا ينادي أبنائه إلا مثلا يا زفت، يا حمار، يا كذا، يا كلب، ونسأل الله العفو والعافية. أناس كثيرون عامة ندائهم لأولادهم ربما ليس بأسمائهم، انت هذا، انت نحو ذلك، مما يترتب عليه أنواع النفرة وأنواع الشعور بالإهانة وعدم الشفقة. هذا أمر ليس مطلوبا فقط من الأب، مطلوب من الأب والأم والمدرس والشيخ والمعلم وكل من يتولى تربية غيره. لا شك أن هذا الأمر مما كما ذكرنا يهيج من أنواع المشاعر الطيبة من الطرفين لو أنه استغل. بوب عليه البخاري في كتاب الأدب باب من قال لولد غيره يا بني، وذكر حديث أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. ولولا أن المصلحة عظيمة جدا في هذه الكلمة لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن ليس ابنا له، فمع النهي عن التبني ولكن قيلت على سبيل المجاز للحاجة إلى هذه المعاني أن توقظ في القلوب وأن يعني يتم التنبيه عليها، وأيضا أن تلحظ أن هذا الأمر لابد أن يتم في جلسة خاصة، لابد أن يتم فيما بينه وبين الولد. وهذا ظاهر جدا أنه قال له هذا في جلسة حوار، كما ذكرنا الجلسة المفقودة في كثير جدا من البيوت أو في أكثر البيوت إن لم تكن يعني في كلها، ونسأل الله العافية. لكن عامة يعني نمط الحياة المعاصرة التي يعيشها الناس التي نعيشها جميعا مما لا يكاد يسمح بوجود وقت لمثل هذا، يترتب عليه من الضرر ومن فقدان التربية والتوجيه ما الله أعلم به. وإن كان لابد أن نسعى في إيجاد مثل هذه الجلسات التي يبث فيها الأب مشاعر الأبوة والعطف والشفقة، والتي يتلقى فيها الابن مثل هذا فيستخرج منه الانقياد والطاعة والمتابعة على الخير والتشبه بأبيه في صفات الخير والاستجابة لهذه الأوامر والتوجيهات، بدلا من أن تكون الأوامر عبارة عن أوامر عسكرية يصدرها الأب أو الأم بلهجة قاسية عنيفة وأحيانا مع عبارات اللامبالاة والتهديد، وأنك إن فعلت فعلت لنفسك وإن لم تفعل فلا أعبأ بذلك ونحو هذا، مما يترتب عليه البعد الشديد بين الجيل، بين جيل الآباء وبين جيل الأبناء، بين الأب وابنه، مما يترتب عليه كما ذكرنا عدم الاستجابة. الآباء يشكون من أن الأولاد لا يسمعون الكلام ولأنهم لم يزرعوا البذرة المناسبة في الوقت المناسب ولم يسقوها. وكما ذكرنا قال إبراهيم عليه السلام لابنه يا بني، وقال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس يا بني، وقال نوح لابنه يحاول أن يركب معه يا بني اركب معنا. فهذه الكلمة أولا هي كما ذكرنا فيها فائدة أخرى، يعني التذكير بالرب برابطة البنوة، ثم التصغير حيث قال يا بني ما قالوش يا ابني،
يا بني يا ابني تصغير، بني تصغير ايه ابني. فذلك وذلك لان علاقة البنوة اساسا تستجلب الرحمة، والصغر يستجلب الرحمة الزائدة، فالرحمة بالصغير اعظم من الرحمة بالكبير. في لقطة يصورونها عجيبة في مسألة رحمة بالصغير دي، النمر الذي افترس القردة وأكلها، وهي وأثناء افتراسها وضعت طفلا صغيرا، مصورة آية عجيبة يعني، وضعت قردا صغيرا اتولدته وهي كانت حامل فيه وهو بيفترسها، فالولد خرج أثناء الافتراس، ماتت الأم. الحاجة العجيبة إن النمر ده راح جاي واخد القرد الصغير في كل حنو وعطف بعد ما موت أمه وافترسها وأكلها، وراح جاي طالع بيه فوق الشجرة، واي حد يقرب منه من نور اخرى ولا حيوانات اخرى يقعد يدافع عنه بكل قوه، وفضل معاه لغايه ما القرد ده ايه كبر. دي حاجه عجيبه جدا مصورينها تصوير، ما اعرفش من الذي وفق لهذا الامر، بس فعلا سبحان الله رحمه جعلها الله في قلب هذا الحيوان المفترس بهذا الايه بهذا الصغير. امر يعني في فطره البشر، تلاقي ان لولا الرحمه بالصغير دي ما كانش حد عاش في الدنيا، لان مين اللي يتحمل الطفل اللي هو بيتبول ويتبرز ويتقيأ وما يعرفش يعمل حاجه، وما فيش غير السريخ هو، ولا يعرف يضحك حتى الا بعد شهر مثلا عشان يبادل المشاعر للاب والام، ده بيبقوا فرحانين جدا لما بيضحك، فلكن نفضلوا مستحملين باجل الايه الرحمه التي جعلها الله عز وجل بالصغير. فلما يقول له يا بني، في تذكير بالرابطه البنوه، ثم ايه الصغر كمان بتستجلب مزيد من الرحمة، وده مطلوب جدا في مثل هذا الموقف، لأنه موقف قد يظن البعض أنه من أقسى المواقف، أنه بيقوله أنا عايز أذبحك، يريد أن أذبحك، ولكن ساقها في هذا الأمر المليء بأنواع من التلطف والتراحم الذي يستجلب في الحقيقة هذا الرد العظيم والاستجابة العظيمة من إسماعيل عليه السلام. وتربية للآباء يعني والأمهات والمربين عموما في كيفية التعامل، احنا بنقول دي إشارات الكلمات، لكن الإشارات دي عمرها ما هتطلع من الكلمة انك تروح تقول له يا بني وانت مش مستحضر من قلبك التراحم، ولا مستحضر الأبوة المستلزمة للشفقة وللرحمة كما ذكرنا، ولرعاية المصلحة وللتلطف في الوصول للمطلوب. الأمر ده يحصل في القلب أولا، يتم التعبير عنه بالكلام، مشاعر توجد ثم يتم التعبير عنها بالكلام، إذا لم توجد هذه المشاعر يبقى الكلمة تطلع فارغة جوفاء لا قيمة لها ولا أثر، ولو تكلم بها فلكان خيرا من أن يتكلم بضدها، لكن لابد أن تكون المشاعر مولودة. دي إشارات الكلمات في تحصيل هذا المعنى. فكما ذكرنا الموقف يبدو قاسيا، لكن أو المطلب يبدو قاسيا، ولكنه يؤكد له أن عنده من الرحمة، هو لم ينسى أنه ابنه، ولم ينسى أنه صغيرة، ولم يكن ذلك عن قسوة. فهو ممكن أن أحيانا أباء يقتلون أبنائهم لأنه نسي هذه المشاعر أو غابت عنه بسبب أو لآخر، فإبراهيم لم ينسى. ثم إن إبراهيم عليه السلام عنده من الرحمة ما لا يعني يوجد في قلب غيره، عنده من الرحمة بمن عصاه وبمن خالف توحيد الله عز وجل، لم يدعو عليه بل دعا له، فقال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كانت هذه شفقته بمن أشرك بالله، على أصح الأقوال أن من عصاني في التوحيد، لأنه قال إن رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالسياق كان في عبادة الإيه الأصنام وترك عبادة الأصنام، من تبعني يعني في ترك عبادة الأصنام واجتنب عبادة الأصنام، ومن عصاني في هذا فهو الذي أشرك بالله عز وجل، وهذا ليس بمستبعد، فإن الله يحب من عباده المؤمنين أن يكونوا مشفقين على العالم حتى على الكفار. الرغبة في الشفقة أحب إلى الله، الرغبة في الشفقة يعني الشفقة على العالم والرغبة في هدايتهم أحب إلى الله من الرغبة في الانتقام من المجرمين، وهو عز وجل يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه، ينتقم من يستحق الانتقام ويرحم من يستحق الرحمة،
ومن هو مؤهل لها، ولكن هو يحب منا أن نكون رحماء، هو يحب منا أن نكون مشفقين على الناس، هو يحب أن نقتدي بالنبي الذي صلى الله عليه وسلم، الذي حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله يحب منا أن نكون كالذي كمؤمن آل ياسين الذي دعاهم إلى الله عز وجل فقاموا عليه فقتلوه، فقال اللهم اغفر لقومي، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النصيحة لعباد الله حب الخير لهم، وهو عز وجل يفعل ما يشاء، وما لن يعني يهدي الجميع سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يهدي قوما ويضل أقواما ويرحم أقواما ويعذب آخرين، ولكن هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. من مطلوب منا نحن الذي هو أحب إلى الله؟ مثل إبراهيم عليه السلام، لو تأملت مثل إبراهيم عليه السلام مع قوم لوط، أنه يجادل عن قوم لوط، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، هو بيتلطف أيضا، والتلطف ده في الحوار وفي الكلام عظيم القدر جدا، لأنه يوصل الأمر المقصود دون أن يصدم من أمامه. ونقول هنا سيدنا إبراهيم تلطف تلطفات عظيمة، أنت عايز توصل لنتيجة معنا تلطف، استعملها بأسلوب خفي. يعني هو كان بيتلطف في الحقيقة في حواره مع الملائكة، حيث قال إن فيها إيه، قال إن فيها لوط، هو في الحقيقة كان ما هو عارف إن فيها لوط، بس يقصد من ذلك إيه، تأخير العذاب عنهم بعلة أن فيها رجل صالح ومؤمن ينبغي أن يؤخر العذاب عنهم، فقالوا نحن أعلم ما فيه. سمى الله عز وجل قوله إن فيها لوطا مجادلة عن إيه، عن قوم لوط، إنه يريد تأخير العذاب عن قوم لوط بعلة أن فيها لوطا، وقدر الله عز وجل أن يخرج لوط حتى يحل بهم العذاب. الغرض أن ربنا عز وجل مدح إبراهيم في مجادلته رغم أنه لم يستجب له فيها، وإنما قال سبحانه وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الصفات الرائعة الجميلة في إبراهيم هي التي التي اقتضت أن يجادل في قوم لوط وأن يسعى إلى تأخير العذاب عنهم. لوط عليه السلام نفسه كان كأنه يستعجل عذابهم، ولذلك قالوا له أليس الصبح بقريب، يعني كأنه أراد أعجل، إن موعدهم الصبح. فكلمة أليس الصبح بقريب تدلك أنه سيدنا لوط كان عايز إيه، كان عايز حاجة أسرع من كده، هلاك أسرع، زي ما الواحد من غيظه من الكفر والمجرمين يقول يا رب أنزل بهم عشان يبقوا عبرة، عشان يبقوا آية، عشان نشوفهم هم بينزل بهم البلاء. وربنا أعلم وربنا أحكم، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم حلمه كان يعني أعظم من حلم لوط على قومه، وهو من لهم وهو اللي معشرهم، فهذا يعني من الصفات العظيمة التي فيه. فما الظن بحلم إبراهيم وعطفه ورحمته وشفقته على ولده، ما هو يعني أضعاف مضاعفة، خصوصا لما يجد فيه الصفات الحسنة الجميلة الرائعة. ده هو شفقته على الكفرة وعلى المجرمين، ده قوم لوط الواحد كل لما يقرأ قصتهم يعني يبقى فعلا فرحان فيهم والله العظيم، يعني فعلا يستحقون ما نزل بهم، والواحد بيبقى مستريح نفسيا بهلاكهم، بأن دول عبرة للعالم مما فعلوه وإجرامهم وفسادهم، لأن الواحد شايف أمثلة قدام عينيه من المجرمين السفلة، مما يقتضي فعلا يعني أن هؤلاء يستحقون هذا الذي نزل بهم، والحمد لله على هلاكهم ويحمد الله عز وجل على ذلك، ولأنه خلاص تبين أنهم مش مستحقين للرحمة، فإحنا تبع لأمر الله عز وجل في ذلك. الغرض المقصود بنقول إن يعني قوم لوط فيهم من الصفات المنفرة والفظيعة، والتي يعني تستدعي ربما الدعاء عليهم، زي قوم فرعون كده سيدنا، يعني قوم فرعون فيهم من الصفات ما شيء منفر جدا وشيء مبغض، وجعل الله لهم البغضاء والكراهية إلى يوم القيامة، فيش مؤمن إلا ويبغض الناس دي، يعني يظل يبغضهم على ما فعلوا وعلى كبرهم وعتوهم وفسادهم. فسيدنا إسماعيل عليه السلام فيه من الصفات ما يستوجب الحب
وتقدير وحب الصحبة وعدم المفارقة. فعلا والله العظيم الواحد يتمنى انه كان اذا كانت اللحظات اللي بيصحبها خلال السطرين اللي بنقراهم لحظات سعادة للانسان لما بيجد المعاني والصفات الرائعة الجميلة، فما بالك انه يكون شايفه قدامه وانه هو فعلا امامه يعني كانسان يحيى على وجه الارض. فالواحد بيتصور كيف كان اذا كان ابراهيم رأى يعني هذا القدر من الرحمة في للاعداء وللكفار وللمجرمين، فكيف برحمته بولده، وكيف برحمته بولده الحليم العليم الصالح الذي فيه من الصفات ما يستوجب مزيد الحب. ففي رحمة عظيمة بالتأكيد، وده كل ده في مقابلة تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ف يعني أعني أن ده رغم كل هذه الأمور نفذ أمر الله عز وجل، مش أنه هو بسبب رحمته بولده قال لا أستطيع يا رب، زي ما أكثر الناس عشان رحمتهم بولادهم بيروح يسرقوا، عشان رحمتهم بولادهم بيرتشوا، يقول لك انا اعمل ايه، انا عايز اوكل العيال، عشان ما يبقاش زعلان ان ابنه نفسه في باكو شيبسي والتاني هو اللي في ايده عشان يجيب له الفاكهه اللي هو يحبها. دي مشاعر بتجعل كثير جدا من الناس ياكلوا الحرام ويرتكب ما حرم الله عز وجل ويترك ما وجب عليه من اجل ان يحافظ على ذلك. اكتر الناس بتترك نصرة الدين علشان ما يفارقش وش ولاده، علشان ما يستحملش ان هو يبعد عنهم، ما يستحملش انه يفارقهم، ونسأل الله العافية. فنقول كل هذا كان ابتلاء عظيما لابراهيم، وكان دلالة على منزلة ابراهيم عليه السلام والصفات التي تحلى بها. لما قلنا البنوة الصغر الصفات الحسنة الجميلة استوجبت اكتمال الرحمة، ومع ذلك امتثل أمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يكن وحيا عن طريق كلام جبريل مباشرة مثلا مما لا يحتمل ترددا. ولو الملك قال وقال له اذبح ابنك يبقى الأمر لا يحتمل، لكن هو جاء عن طريق المنام، والمنام وارد أن يكون له تأويلات. حتى منام النبي الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تذبح، فأولها بذبح بقر، أولها بذبح طائفة من إيه؟ من أصحابه. قال فرأيت سوارين في يدي فأهمني أمرهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذبين لذين أنا بين أظهرهما. فنفختهما. إذن أحيانا المنام حتى منام النبي يكون إيه؟ يكون له تأويل فوارد، ولكن إبراهيم عالم ووقع في قلبه أن تأويل هذا المنام أنه مأمور بذبح ابنه، وده من يعني إنما يكون مع الصدق. سيدنا إبراهيم صديق عظيم التصديق لله عز وجل، عظيم الصدق، إن الإنسان ساعات يبقى عارف حاجة ويحاول إن هو إيه يلف حواليها. فهو سيدنا إبراهيم كان الباب وارد إن هو يكون مفتوح، إن هو يكون تأويل المنام حاجة تانية غير ذبح الإيه؟ ذبح الابن. ولذلك احنا دلوقتي لو ان انسانا رأى في منامه انه يذبح ابنه هنقول له اذبح ابنك فعلا؟ هنقول لها تأويل تاني، لها تأويلات مختلفة، وده وارد يكون رؤية حق فعلا، يكون رؤية صحيحة ومن الله عز وجل ولها معنى تاني. فكان لو ما كانش في صدق في ان انا اريد ان امتثل امر الله عز وجل صادقا من سويداء القلب من داخل القلب، يبقى في مخارج. ساعات الواحد يبقى عايز يبقى اسمه صادق وهو مش صادق، يعني قصدي شكله في الدنيا، شكله قدام الناس حاجة انه ممتثل وهو بيحاول يهرب يتحايل على الامر الشرعي. فهذا الامر ابراهيم عليه السلام رأى في المنام، ولذلك قال لابنه فانظر ماذا ترى، والولد فهم ان هذا امر، وابراهيم يعلم انه امر، ولكن كما ذكرنا يتلطف، وبدلا من ان يقول أنت قد أمرني الله بذبحك، إنما تلطف في الوصول إلى المطلوب. زي ما قلنا التلطف ده بحيث أن الإنسان يصل بطريق غير مباشر، لطف معنى الشيء الخفي، فهو يريد أن يوصل له الأمر بطريقة غير مباشرة. قال يا بني إني أرى في المنام، تنساش أن أنا أبوك ولا أن أنت صغيري، أنا مش ناسي الكلام ده، وأنا لست ناسيا ما بيني وبينك من التراحم العظيم، ولست مقصرا في الرحمة، لست قاسي القلب،
ومع ذلك إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. سؤال لكي يستخرج منه الاستجابة الداخلية، وإلا فإبراهيم عليه السلام لم يقل له فانظر ماذا أفعل، أستشيرك ماذا أفعل، أستجيب أم لا أستجيب، لم يقل له ذلك، وإنما قال فانظر ماذا ترى، ترى أنت، لكي يكون الامتثال لطاعة الله عز وجل من قلبه مثابا عليه، بدلا من أن يجري عليه أمر الله كرها وجبرا. وده من وسائل التربية العظيمة الأهمية، أن كل ما يكون تنفيذ الأمر ليس بالإكراه وليس بالضغط وليس بالقوة القاهرة للأب على الولد أو القوة القاهرة من المدرس على التلميذ، لا شك أن هذا الأمر يختلف اختلافا جذريا. حينما يكون هناك يعني الاستجابة من الداخل، الاستجابة من القلب، يكون مثلا. ولذلك الشرع حرص أعظم الحرص على حصول ذلك، إن قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني فعلا صبر ثلاث سنين كل يوم يقول خمس مرات صلي، صليت صلي، ويختبر أصلى الغلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيقول على ابن عباس لما كان في بيت من أصلى الغلام، قالت نعم. فإذا يقعد ثلاث سنين، ثلاثة في 360 أو 355 في خمسة، وما يضربش أبدا ولا يعاقب عقوبة بدنية، يبدأ بعد الثلاث سنين. واللي الغالب الأعم فيها أنها تثمر الاستجابة الداخلية، لأن الاستجابة الداخلية هي التي تستمر بعد ذلك، بدلا من أن في أوامر صدرت بلبس الحجاب مثلا يجي في تاريخ معين وهو ما مهدش خالص، تيجي البنت بعد كده عايزة تلبس البنطلون زي ما البنات لابسين البنطلون، وعايزة تطلع بشعرها زي ما كثير من الإخوة يفقد المشكلة بالنسبة له أنه هو يلبسها النقاب، تلبس النقاب وهي غير ملتزمة على الإطلاق، وبعد ذلك سلوكياتها تبقى سلوكيات في شدة شديدة في الانحراف. ما أقنعهاش بهذا الأمر، مش بقول ما أقنعهاش يعني أنه هو في اقتناع بأوامر ربنا، لا، في تلطف في توصيل الأمر، مش بيقول له أن احنا مختارين ولا مش مختارين، ولا أنت مختار ولا غير مختار، ما قالوش أنا هعمل إيه، لأنه هو هيعمل، ولكن الكلام على أنه يستخرج منه كما ذكرنا الاستجابة الداخلية، فانظر ماذا ترى، لكي يكون الجواب يا أبا تفعل ما تؤمر، بيبذر بذرة ويحصد زرعة تانية مختلفة تماما عن زرعة تعالى هنفذ فيك الأمر، هنفذ فيك ما أمرني الله عز وجل. وده وارد أن يكون، وفي نوعية من الآباء والمربين عندهم الأوامر بهذه الطريقة، حتى التوجيهات الدينية تسير بنفس هذه الوتيرة، فترتب على ذلك نفرة عظيمة بلا شك، ومعاناتنا كثيرا في هذا الباب، المعاناة مع الأولاد عموما، مش بس حتى دفع عمل الواجب وفي الدراسة وفي المحافظة على العبادات. المربي الناجح هو الذي مش يضربه علشان يحفظ، المربي الناجح اللي يخليه يحفظ، اللي يخليه يقرأ، اللي يخليه يصلي، وهو محب لذلك وهو مستجيب من داخله بلا شك. انها هذه التربية النبوية التي اثمرت هذا الامر، نقول من خلال هذا التوجيه يعني في هذه الايات عظيمة القدر والله، وتفاصيل هذه الجلسة تستحق ساعات اكثر من البحث في تفاصيلها حتى نستخرج الفوائد الإيمانية والتربوية والتعليمية في توجيه الأولاد وتربيتهم على أحسن الوجوه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. كانت هذه الاستجابة وهذه الإجابة، الإجابة أولا بيا أبتي التي فيها التأكيد على تذكره لحق الأبوة، وأبتي أشد من أبي في الانكسار وبناء الكلمة على
كسرة في آخرها بناء الكلمة، كلمة أبتي دي في جميع الأحوال مبنية، ومبنية على كسرة في آخرها، والكسرة دي بتدي انطباع بالانكسار، تدي انطباع بالانكسار. فيها الانقياد وهو الولد المنقاد لأبيه الخاضع له، كما قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالرحمة تجلب الطاعة من الولد، ومن شعر بأن أبواه يرحمانه رحمهما وخضع لهما كأنه عبد ذليل كما وصف الله عز وجل. فكان أحسن الجواب على يا بني يا أبتي، وأحسن الاستجابة فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. أمره بأن يستجيب لأمر ربه عز وجل، وهذا قرة العين. بدلا من أن يكون معترضا، كيف تذبحني وأنا ولدك وأنا بكرك، أنا هو ابن البكر وأنا بكرك، كيف تذبحني وأنا لم أصنع شيئا، وأنا ما جريمتي حتى أذبح؟ فيش مجادلة، فيش مناقشة، ما فيش استعمال العقل مع النص، ما فيش تقديم العقل على النقل والشرع، بل كانت الاستجابة الكامنة يا أبت افعل ما تؤمر. ها؟ الأم منين بقى؟ مش عارف، ما عرفش. ها؟ القصة اللي هي من الإسرائيليات لما راح لأمه فقالت فيفعل ما أمره به ربه، نعم، اللي هو قالت زعم أن ربه أمره بذلك، قالت فوالله لئن كان الله أمره بذلك لا يفعلن، يعني على القصة، نعم. وهو بلا شك أن هاجر استجابت لمثل هذا، يعني عندما استجابت ليه أين تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد، فقالت الله أمرك بهذا، قالت نعم، قالت إذن لا يضيعنا، فاستجابت ورضيت. تخيلوا واحدة كده ترضى بأنها تقعد مع رضيعها بقربة مية وجراب تمر في صحراء ما فيهاش بني آدم ولا فيها أحد على الإطلاق ولا حتى بيت مبني، إنما تركهما تحت دوحة عند زمزم، بلا شك إنها نوعية يعني خاصة بنا، نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. احنا قلنا الكلام ده انه فعلا كان ولد على الكبر، قلبه تعلق به، فقدم حب الله على حب الولد. حب الولد قلنا كان فيه صفات متعددة تستجد الحب، ومع ذلك قدم حب الله على حب الولد. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الصبر من العبد فعل وهو بتوفيق الله ومشيئته، وفيه تقديم المشيئة، ستجدني إن شاء الله، ففيه عدم تزكية النفس، لذلك يقول يعني يكون صالحا أن يستدل به على الاستثناء في الإيمان. يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا من الإيمان، ستجدني إن شاء الله، فيه أن أفعال العباد تحت مشيئة الله، أفعال العباد الاختيارية، أن الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله عز وجل هو من أفعال العباد الاختيارية، فهي تحت مشيئة الله، وإلى لما صح أن يعلقها على المشيئة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر كما ذكرنا، الامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى، سرعة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، كلها صفات عظيمة رائعة من إسماعيل عليه وعلينا الصلاة والسلام. قال تعالى فلما أسلما، استسلم إسماعيل للذبح، واستسلم إبراهيم لذبح ولده كما أمره الله عز وجل، ولم يكن هناك أمر بأن ينظر إلى وجهه، وإنما كان أن يذبحه، فاختار الأهون على نفسه، للنظر إلى وجه الولد حال هذه اللحظة قد لا يستطيع أحد أن يتحمله. فلم يكلف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن ينظر إلى وجهه وهو
يذبح. وهذا من الرحمة أيضا التي في قلب إبراهيم، أنه اختار الوضع الذي لا ينظر فيه إلى وجه ولده ليكون أرفق عليه، وده يدلنا على استعمال الرفق ما أمكن في امتثال أمر الشرع. يعني إذا كان أمامنا أمر معين من أوامر الشرع يمكن أن نؤديه بطريقة شاقة، يمكن أن نضم بطريقة فيها رفق، فنختار أي الأمرين الذي فيه الرفق. يعني هو أمر بالذبح، يمكن أن يذبحه وأن ينام على ظهره وإيه ويذبحه، ويمكن أن يجعله على جبهته، فلما أسلم وتله للجبين جعل جبينه من قبل الأرض ليذبحه من خلفه ليكون أهون على وجه. من الوجه مجمع التعبير عن المشاعر، فلو ربما لو نظر إليه لما قدر، فكان أهون عليه وعلى ولده، لأن النظرات هتبقى يعني شديدة في مثل هذه اللحظات. فكان ما اختار إبراهيم من الرفق به بنفسه وبولده حين تله للجنين. ودائما يأتي الفرج في اللحظة الأخيرة بعد أن يستفرغ كل ما في قلب العبد من العبودية في مرحلة الابتلاء ليرتفع إلى أعلى المنازل بعد ذلك. كان يمكن أن يأتي الفرج قبل ذلك كما ذكرنا، كان الابتلاء أصلا على يعني في مراحل معينة وفي زمن معين، وكان يمكن أن يتم بغير هذه الصورة. وتقدير الله عز وجل أن يأتي الفرج بعد أن يضع السكين، وبعضهم ذكر أنه شرع في الذبح فلم يجدها تذبح، وبعضهم قال أنه ما أن وضع السكين على رقبته نودي، والله عز وجل أعلم أي ذلك كان، لكن هو قد شرع في الذبح بالفعل حين تله للجبين. كما ذكرنا يأتي الفرج في اللحظة الأخيرة، عامة ابتلاءات الأنبياء كذلك. اللي بيشوف بقى عشان من أراد أن يعرف سنة الله عز وجل التي قد خلت في أمر الابتلاء، أن من وصل إلى أعلى المنازل هم من استفرغ من قلوبهم أنواع العبودية بشدة البلاء إلى اللحظة الأخيرة، وأن الفرج يأتي في اللحظة الأخيرة. من ليس عنده هذه الشدة في الدين، من قوة في الدين، يكون بلاؤه أهون. سيدنا إبراهيم متى جاءه الفرج في الإلقاء في النار؟ وهو في الهواء، وهو في الطريق إلى النار، حين ألقي في النار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالفرج جاء في اللحظة الأخيرة، وده لتحقيق كمال التوكل وكمال الصبر وكمال التضحية كمال الإسلام الاستسلام. تجد أن العبادات دي كلها تحققت بذلك، أنه بيضحي كمال التضحية بنفسه، هنا ضحى كمال التضحية بولده خلاص في حكم الفعل ولذلك قال قد صدقت الرؤيا، ان كده عملت اللي في الرؤيا، ان الفعل اللي هو الحالة القلبية التي مطلوب لها هذا البلاء قد وصل اليها. الحالة وهو انه ضحي بولدي، عزم على ذلك عزما وشرع فيه وخلاص، ثانية واحدة هي الفرق، الفرق بس في حصول الفعل. قد صدق الرؤيا إبراهيم عليه السلام، وقد صدق إسماعيل أيضا كذلك وامتثل وكان من الصابرين رغم أنه هو الأمر ما حصلش. فهكذا يكون زي ما قلنا التوكل الكامل، إنما إنسان يفوض أمره إلى الله إلى آخر لحظة، الصبر الكامل، الاستسلام الكامل لأمر الله عز وجل، التضحية الكاملة بكل ما يحبه الإنسان حتى ينال رضا الله عز وجل. سيدنا موسى جاء الفرج إمتى؟ بعد ما تراءى ليه الجمعان، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما أتاش الفرج من أنه أول ما وصل كان من الممكن عشان يأمنهم، زي ما الواحد عايز يبقى يكون مطمن ومستريح أن في مسافة قدامه عشان يبقى عدى البحر والبحر بقى وجود وفرعون مش هيجي، ولكن هو يفضل واقفين قدام أمام البحر لغاية ما يأتي فرعون وجنوده وتشرق الشمس عشان يبقى فيه رؤية. وتراءى الجمعان وأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فيأتي الفرج في اللحظة الأخيرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، متى يأتي الفرج؟ بعد أن يصل المشركون إلى الغار. كان ممكن الحاجات الاحتياطات الأمنية التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تنجح في صرف الكفار،
مكان ابن غلام ابي بكر مولى ابي بكر يروح عليهما بالغنم عشان يضيع اثار الايه الاقدام، راحوا جنوبا وليس شمالا عشان يدوروا، هم رايحين المدينه يمشوا في الناحيه الثانيه، فاتجهوا جنوبا علشان يصرفوا فكر الكفار بقى، وكل ده ما نفعش. ووصل الكفار الى الايه الى الغار، حتى وقفوا على راس الغار، حتى يقول ابو بكر: يا رسول الله، لو نظر احدهم الى موضع قدمه لرآنا. فيقول: يا ابا بكر، لا تحزن، ان الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، ان الله معنا. فعند ذلك ياتي الفرج من الله عز وجل، يعني الفرج ياتي في اللحظه الاخيره بعد، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. فمن اراد الارتفاع فليتبع هدي الانبياء، شبهها لمن يريد رمي سهم الى اعلى عشان الرمية تبقى قوية، يوم يشدوا لغاية الايه لغاية الاخر خالص، لغاية ما بقاش فيه هيبقى يخرج من السية، يوم يطلقه بعد ذلك، يوم تطلع السهم ده اقوى ايه اقوى، لو شده شدة خفيفة يطلع الرمية ايه رمية ضعيفة. فعلى قدر بقى قوة الرغبة في ارتفاع الرمية وطول المسافة المرمية بها، يكون هو بيشده في الاتجاه العكسي، اهو شكلها كده ماشيه في الشده في الشده، وهي في الحقيقه الى اعلى، هي الى الامام، وان كانت فيما يبدو للناس انها ايه الى الخلف، لكن هي سنه ربنا سبحانه وتعالى، الابتلاء يسبق الفرج والفرج ياتي في اللحظه الاخيره. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اعمال القلوب هي التي يحبها الله، هي التي يريدها سبحانه وتعالى. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فسيدنا إبراهيم لم يكن الغرض المقصود هو سفك دم إسماعيل، وإنما كان الحكمة والمشروع التي من أجلها شرع الذبح هو حصول عمل القلب، ولذا قال قد صدقت الرؤيا، وحصل له ما أراد الله عز وجل منه من كمال الاستسلام، كمال الاتباع لأمر الله عز وجل، كمال التضحية في سبيل الله، كمال التوكل، كمال الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. إنا كذلك نجزي المحسنين. فأشوف إيه خاتمة هذه، يعني عظيمة الأهمية جدا. هذا مما لا يختص به إبراهيم وإسماعيل. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني أنت ليك نصيب أيها المؤمن أيها المحسن، إن استطعت أن تتصف بالإحسان فإن جزاءك كذلك. وده الغاية المقصودة من قصص القرآن عموما، وإن دائما الأنبياء يوصفون بالأوصاف التي يمكن أن يشترك المؤمنون معهم فيها. إن كذلك ما قالش نجزي المرسلين، نجزي الأنبياء، إن كذلك نجزي المحسنين، كذلك كما فعل الله بإبراهيم وإسماعيل، يجزيك كذلك فرجا بعد شدة، يجزيك أجرا عظيما إذا امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى وصبرت على البلاء، يجزيك رفعة ومنزلة وجمعا للخير، فدي بذبح عظيم. كان يوم عيد لأهل الإسلام إلى هذا الزمان إلى آخر الزمان، أمر عظيم والله العظيم، إن ده يوم يظل يذكر فيه منزلة إبراهيم ومنزلة إسماعيل. ترك الله الذكر الحسن لهما بهذا البلاء المبين، فلا ذكر حسن بغير بلاء. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم صالحين. إن هذا لهو البلاء المبين، الإحسان في عبادة الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان في معاملة الخلق بالخلق الحسن. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وفر الله عليه ولده، جعل الله ولده حيا مستمرا في حياته يتقر عينه به، وفداه بذبح هو سبب للطعام، وجعل اليوم يوم عيد. ومن علينا بهذه المنة العظيمة أن جعلنا نحتفل بهذه الذكرى في يوم الأضحى، ونذبح ما شرع الله عز وجل لنا، لكي نكون ممتثلين لأمر الله، لكي نكون من المحسنين المتقين، لكي نكون من الصابرين، لكي نكون من المسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى، الذين نضحي في سبيل الله بكل حب وكل
يعني علاقة بيننا وبين الخلق إذا تعارضت مع شرع الله، مع أمر الله عز وجل، نمتثل أمر الله ونمتثل مقتضى حب الله سبحانه وتعالى. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. تريد الذكر الحسن، تريد الثناء من أهل الإيمان على الدوام، فامتثل أمر الله عز وجل يجزيك الله بما جزى به إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في فرق. هم بيقول ايه الفرق ما بين ان معي ربي سيهدين وقال لا تحزن ان الله معنا؟ هم كانوا في وادي تاني غير ده فضيلة لأبي بكر عظيمة، فضيلة لأبي بكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله معنا. بنو اسرائيل اصحاب موسى عليه السلام لم يكونوا بهذه المنزلة، هم قالوا انا لمدركون. ابو بكر قال لو ان احدهم نظر، يعني كان عنده احتمال ان هو ايه ما ينظرش، عنده برضو ثقة في الله انه ممكن يصرف بصرهم ايه عنهم. لكن اصحاب موسى حالفوا خلاص ضعنا ادركنا، فكان مناسب ان مين اللي حالته الايمانية في 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 السماء واعلى من السماء، يعني سيدنا موسى عليه السلام هو الذي مع الله عز وجل. هم في الارض، هم كانوا في الارض، فمش مناسب ان هم يتقال ان معنا. لكن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن كذلك، كان حاله اعلى بكثير، ولذلك ان الله معنا كانت اعلى في حق ابي بكر الصديق، لان حاله كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ان الرسول كان في المحل الاعلى، لكن حال ابي بكر كان افضل بكثير من حال اصحاب موسى. هل ضرب الاطفال يجوز؟ ضرب الاطفال على الواجبات الشرعيه على سن 10 سنوات. حد الضرب ضرب غير مبرح، لا يشق جلدا، لا يترك أثرا وشينا، لا يكسر عظما. التأديب ضرب غير مؤلم دون ذلك وارد أن يفعل، بس غير مؤلم، ضرب يخبره أني غاضب عليك، وليس الغرض الإيلام، زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحسن والحسين كيخ كيخ أما شعرت أن لا نأكل الصدقة قبل العاشرة. نعم، لأن الحسن والحسين كانوا دون العاشرة، بس ده ما كانش ضرب، قال له كخ كخ أما شعرت أن لن أكل الصدقة. ها، ما هو برضو ما هو ده، دي أمور تربوية عامة، بس المشكلة في 60 عيل والسبعين عيل اللي موجودين. بالقول والعمل، أقصد بالعمل، قد صدقت الرؤيا فيها دليل على أن التصديق يكون بالعمل كما يكون بالقول. عمل الجوارح. نعم، تصديق الكامل بعمل الجوارح. حديث مسلم من حديث عائشة لما مات غلام من الأنصار فقالت عائشة طوبى له وصفور من عصافير الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار أهلا هم أهلها وهم في أصلاب أبائهم، أو خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. أليس أطفال المسلمين في الجنة؟ نعم، بلا نزاع أن أطفال المسلمين في الجنة، ولكن هذا الحديث إما أنه قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أطفال المسلمين في الجنة، أو أنه كان يعلم عائشة ألا تتكلم فيما لا تعلم، فلا تقيس ولا تستعمل عقلها فيما لم يرد فيه نص، فيعلمها أن تكل أمر ما لا تعلم إلى الله عز وجل. والأقرب عندي أنه كان قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي احتج به من يقول بأن أولاد الكفار من أهل الامتحان، مع أنه بلا نزاع أن أولاد المسلمين في الإيه؟ في الجنة. يعني أقصد الحديث لا يصلح للاحتجاج على أن أولاد الكفار يتوقف فيهم، لأنه في من لا يتوقف فيهم، إنما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوقف إما لعدم ورود الدليل عند عائشة، أو لأجل أنه لم يكن أوحي إليه. الله أعلم. الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، هل عدم وجودها دليل على ضعف الإيمان؟
لا يلزم ذلك، ولكن الرؤية الصادقة جزء من ذلك، لا يلزم أنها ليس يعني ده الرؤية الصادقة تشبهه بالأنبياء، ولا يلزم أنه إذا لم يكن يرى رؤى أنه إيه منعدم في بقية الأجزاء. معنى قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، معناها كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أنتم تسرفون ويترككم الله عز وجل ولا تذكرون ولا تحسبون ولا تؤمرون ولا تنهون. حنث، ما معنى كلمة حنث؟ الحنث في قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم والشرك، والحنث في الأيمان هو الرجوع في اليمين. امرأة أرملة لا تجد من ينفق عليها، تتردد على المساجد، لها 3 أولاد تريد أن تتزوج للإنفاق والعفة، أولياؤها الأب والأخ والابن يرفضون الزواج تماما، المتقدم أخ فاضل يتزوجها، ولو علم الأولياء سيرفضون ويجعلونها كل اتهام، ماذا تفعل؟ حين يتقدم فيرفضون يزوجها غيرهم، لكن إذا كان يقينا سيرفضون أنهم فعلا تقدموا قبل ذلك وقالوا لا زواج لك عندنا، لن تتزوجي أبدا، لكن مش مجرد الاحتمال، مش مجرد الاحتمال، لابد أن يتقدم لهم هو، فإن رفضوا واحدا بعد الآخر الأب ثم الابن ثم الأخ زوجها، إن لم تجد أي ولي آخر لأن كلهم تبع لهؤلاء زوجها عدل من المسلمين أو شيخ من أهل العلم. إذا كان الابن بالغا يلزمه النفقة، لكن ممكن يكون فقير أو عالي أو مقصر.